بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لازلنا في سلسلة شرح منهج التشريح وعلم الأجنة بالكامل، فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا إن شاء الله كل جديد. يعني أريد بعد إذن حضرتك أن تشير لينك القناة على الجروبات عندكم، خصوصا أن هذا العمل صدقة جارية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعل. إن شاء الله هذه هي المحاضرة الثانية في محاضرات جنرال أناتومي الخاصة بالبونز. اليوم إن شاء الله هنتكلم فقط على جنرال فيتشرز أوف ذا بونز. تعالوا ممكن نتعرف يعني إيه المقصود بالجنرال فيتشرز أو زبون. هذا تختلف عن المحاضرة الأولى اللي اتكلمنا فيها عن types of the bone و names of the bone و structure و function و development of the bone and هكذا. هنا هنتكلم بقى إن شاء الله عن typical thoracic vertebra، بس هو مش المقصود بيها الاسم العظمة، عايزين نتعرف بقى دي العظمة ده البادي بتاعة thoracic vertebra. أول شيء بيقابلك كلمة spine. ما انتش عارف يعني ايه كلمة سباين. سباين معناه نتوء، شوكة. هذه الشوكة إما أن هي تكون عبارة عن ريدج حافة زي ما هنعرف فيما بعد إن شاء الله، أو بروجيكشن لبوينتد إند، نهاية واضحة. ده كده عبارة عن السباين. تذكر دايما أن السباين عموما يعني في كل العمود الفقري موجودة على البوستيريور. يعني بروسيس؟ هذا البروسيس يعني معناه نتوء، بروتيوبرانس او بروجيكشن فروم ذا بون. هنشوف من البروسيس ده كتير، لكن عندنا اشهر بروسيس هو ترانزفيرس بروسيس اوف ذا فيرتبرا، النتوء العرضي في فقرات العمود الفقري. هتعدى عليا برضو كلمه فورامين. فورامين يعني فتحه. هذه الفورامين عباره عن راوندد هول بيمشي منها ستراكشر اما نيرف او فيزل. على سبيل المثال الفيرتبرا الفورامين بتاعت الفيرتبرا ماشي فيها سباينال كورد، الحبل الشوكي. لكن اشهر فورامين هنشوفها ان شاء الله اللي هي الفورامين بتاعت السكال، والكلام ده هنعرفه لما ناخد السكال في بالتفصيل ان شاء الله. فاسيت. كلمه فاسيت جايه من كلمه فيس اللي هو الوجه. وهذه الفاسيت وهي عباره عن سموث nearly flat surface، جزء مفلطح. هذه الفاسيت سموث. ليه هي سموث؟ لانها بتعمل articulation with another bones، مع عظام اخرى عشان خاطر تعمل المفصل. على سبيل المثال لهذه الفاسيت هتعمل articulation مفصله مع الربس، مع الضلوع، علشان خاطر تعمل synovial joint. دي الاسكابولا، وده الدورسال سيرفس عن السطح الخلفي للاسكابولا، والاسكابولا هي عظمه اللوح. عرفنا السباين وخدنا مثال على هذه الشوكه في العمود الفقري، وقلنا ان السباين اما يكون ريدج حافه زي هنا كده مثلا، حافه يعني حاجه عموديه واقف عليها كده، حافه اهي، حافه حاجه عموديه زي مثلا الموبايل على ده كده، ده ريدج. اللي فات في العمود الشوكي كان عباره عن بروجيكشن لبوينتد اند، هنا مالهاش بوينتد اند، هي عباره عن ريدج حافه فقط لغير على السطح بتاع البون، اسمها سباين. برضو البروسيس مثال هنا اكروميون بروسيس، هذا النتوء بتاع الاسكابولا ده عباره عن بروتوبرانس، ده عباره عن نتوء. اللي فات كان بروجيكشن زي ترانزفيرس بروسيس اوف ذا فيرتبرا. يعني ايه فسه؟ فسه شالو ديبريشن، انخفاض خفيف على سطح العظمه. كمثال مثلا كده ده السباين، دي فسه فوق السباين، فوق يعني صبره سباينس فسه فوق السباين، او تحت السباين انفرا سباينس فسه، ده انخفاض على سطح العظام اسمها فسه. هنا عظمتين، دي عظمه الهب اللي هي عظمة الحوض، الفيمر وهي عبارة عن عظمة الفخذ. ثلاث كلمات هيقابلونا، أول كلمة اللي عبارة عن ترو كانتر،
تروكانتر يعني نتوء. هذا نتوء بيكون رف، هذا تروكانتر هتشوفه فقط عندنا في عظمه الفيمر في الابر بارت من الفيمر، وهم عباره عن اتنين تروكانتر هنشوفهم، جريتر تروكانتر، ومعنى كلمه جريتر معنى عظيم كبير، وطالما في جريتر عظيم يبقى في صغير اللي هو ده كده، ده كده عباره عن لسر تروكانتر، يبقى كلمه تروكانتر نتوء. لكن عندي كلمه ثانيه اسمها تيوبريستي، تيوبريستي برضه نتوء، برومنس جزء بارز من العظمه كبير رف اند راوندد. هذا التوبرستي وهذا تروكانتر، تروكانتر الاثنين بروز، في بروز ثاني من التوبرستي اصغر حجما وعباره عن توبركل. التوبركل كمثال مثلا الدكتور توبركل وتيوبك توبركل، ماشي، التوبركل ده جزء من التوبرستي لكنه اصغر حجما من حجم التوبرستي اللي هو عباره عن التوبركل. التروكانتر، تيوبرستي، تيوبركل، الثلاثه القاسم مشترك فيهم ان هم عاملين اتاشمنت للتندون والمصل والليجامنت، يعني التندون والمصل والليجامنت ده قاسم مشترك، ماسك في التروكانتر، ماسكين في التوبرستي، ماسكين في التوبركل. اذا اللي احنا عاوزين ناكد عليه دلوقتي ان التوبركل زيه بالظبط زي التوبرستي لكنه اصغر حجما من التوبرستي، وهو كده عباره عن توبركل. كريست، كريست ده جزء بارز على العظمه، برومينانت. هذا الجزء البارز على العظمه ده كده مثال بين الجريتر تروكانتر وبين الليسر تروكانتر، انتر تروكانتريك كريست، انتر يعني بين، كريست حافه بين الجريتر تروكانتر وبين الليسر تروكانتر، سما انتر تروكانتريك كريست، ده حافه بارزه. طب لو هي على سطح العظمه لكنها البروز بتاعها ضعيف، ضعيف، سميها لاين، جلوتيال لاين، ده برضه ريدج على العظمه لكنه اقل لس بروميننت زان اي كريست، اقل بروزا من الكريست، وده الفرق ما بين اكثر كلمات تتعدى عليك، يعني ايه تروكانتر، يعني ايه توبرستي، يعني ايه توبركل، يعني ايه كريست، يعني ايه لاين. هنا برضه الفيمر، ادي الفيمر ليها هنا كده هيد، ادي الهيد، ماشي، ايه الهيد؟ الهيد نهايه العظمه غالبا بتبقى سموس وبتشارك في ارتكوليشن مع نظر بون عشان تعمل مفصل، كمثال مثلا الهيد هنا كده بتشارك في مفصل الهيب جوينت اللي هو مفصل الفخذه، ده كده الهيد. ورا الهيد على طول نارونج اريا اسمها نيك، النيك بتوصل بين الدايفيسز اللي هو الشافت بتاعه البون مع نهايه البون اللي هي اسمها ايبيفيسز. الكلام ده طبعا مشروح بالتفصيل في المحاضره رقم 1. اللور بارت من الفيمر في اثنين بروتيوبرنس، اثنين نتوءهم راوندد سموث كفرد بكارتريج، ماشي، اسمهم كوندايل. يبقى ايه هو الكوندايل؟ ده عباره عن راوند بروتيوبرنس كفرد باي كارتريج، ماشي، بيشارك في المفصله بيعمل ارتكوليشن مع انذر بون، على سبيل المثال انا عندي اثنين كوندايل، التيبيا اللي هي عظمه القصبه برضه فيها اثنين كوندايل هم يشاركوا في تكوين مفصل الني جوينت. الكوندايل راوندد بروتيوبرنس بروز، ماشي، عليه نفس الكوندايل عليه نتوء اخر اسمهم ايبي كوندايل. هذا الايبي كوندايل ده نتوء على الكوندايل، يبقى نتوء على النتوء، لذلك سماه سكند راوندد بروجكشن، يعني نتوء رقم اثنين على النتوء الاصلي اللي هو الايه؟ اللي هو الكوندايل. هذا النتوء او هذا البروجكشن سماه ايبي كوندايل، كلمه ايبي يعني فوق، يعني نتوء على الكوندايل. اخذنا بقى هنا كده الجزء الثاني، ادي الايبي كوندايل كمثال تكمله برضو في اللور بارت من الهيومرس زي الايبي كوندايل بتاعه الفيمر، وادي التيوبورستي بنفس الفكره برضو، ده اسمه فيما بعد اسمه دلتويد تيوبورستي نسبه الى الدلتويد مصل، وادي هنا كده اثنين تيوبورستي، جريتر تيوبورستي وليسر تيوبورستي. خلي بالك انا الفيمر كان جريتر ترو كانتر وليسر ترو كانتر، دول خاصين بالفيمر مش هشوفهم تاني غير كده. وقلنا الفرق بين التوبرستي وبين التوبركل ان التوبرستي
زي التوبركل بالظبط، فرق في الحجم، توبرستي اكبر حجما من التوبركل. دخل علينا كلمه جديده دلوقتي، جروف او سلكس. ده عباره عن انخفاض لكنه elongated بالطول، او elongated depression في البول. فلذلك سمى هنا كده ايه؟ بايسيبيتال جروف، يعني انخفاض بالطول. كلمه بايسيبيتال يعني ذات الشفتين، ادي شفه واحده ميدل والثانيه لاترال، او بسميه انتر تيوبركلر جروف. طب ليه سمى هنا كده انتر تيوبركلر برغم ده توبرستي؟ لان احيانا كتير ان التوبرستي بتاعته اليومرس بيسموها توبركل، يعني في ناس بتسميها توبركل وفي ناس بتسميها توبرستي، فلذلك بيقول لنا كده انتر توبركل. لكن اشهر سلكس هيعدي علينا في التشريح كلها السلكاي والجيراي بتاعت الايه؟ السيربرال هيمسفير، ده فص من فصوص المخ. ادي الانخفاضات اهي الطوليه دي اسمها سلكس، والجزء العالي ده اسمه جيرس، مش الحديث دلوقتي. لكن السلكاي اشهر سلكاي هتعدي علينا لجمع كلمه سلكس هي الانخفاضات اللي موجوده على سطح المخ. عندنا في الليج عظمتين، القصبه ميديال والفيبولا اللي هي الشظيه لاترال. في هنا كده لاحظ عندنا نتوء اسمه ماليلوس. النتوين دول خاصين بمفصل الكاحل اللي هو الانكل جوينت، واحد منهم ميديال موجود على التيبيا والثاني لاترال موجود على الفبلة. ده عباره عن بوني بروتيوبرانس على جانبي الانكل اللي هي مفصل الكاحل، وهتلاقيهم في اللور بارت من التيبيا والفبلة. خلي بالك في كلمات خاصه زي تروكانتر خاصه بالفيمر، والمالولس خاصه بكلمه التيبيا، لور بارت من التيبيا واللور بارت من الفيبولا. هتعدي علينا كلمه كنال. الكنال في العظم عباره عن لونج تانل، ممر طويل في البول. اشهر ممر هيعدي علينا هو هافيرزيان كنال. هافيرزيان ده اسم العالم. المفروض يا جماعه ان العظم نفسه بياخد بلاد سبلاي ونيرف سبلاي. بص هنا كده، الكنال دي بتخش جوه العظمه اهي، ماشيه في وسط العظمه علشان خاطر تغذي العظمه من ايه؟ من الداخل، ماشيه في داخل العظمه، فلذلك سماها لونج تانل ان ذا بون، وده كده عباره عن كنال ماشيه في قلب الايه؟ في وسط العظام. هنشوف معنى اخر للكنال هنعرفه حالا دلوقتي. هنا برضو ده التيبيال توبريستي، ده بمناسبه ده النتوء اللي احنا بنسجد عليه في الصلاه اللي هو عباره عن تيبيال توبريستي. عدت علينا دلوقتي ده كورونيدو بروسيس، برضه نتوء لكلمه بروسيس، ادي نتوء عظمي، وده موجود في عظمه المانديبول اللي هي عظمه الفك السفلي. كلمه تريموس هتعدي عليها كلمه تريموس. اي نتوء طالع من العظمه عامل زاويه انجل اهو اسمه ريموس. يبقى الريموس لازم يكون عامل زاويه مع العظمه، ادي الريموس اهي عامل زاويه مع العظمه، ده بروجيكشن لكنه عامل انجل زاويه مع باقي العظمه. عدت علينا كلمه كنال، وده ممر لونج تانل داخل العظام. لونج تانل داخل العظام، خلي بالك هنا اشهر كنال هتعدي عليك هنا كده، دي كده عباره عن مانديبلر فورامين. فورامين يعني فتحه. ودلمنتال فورامين كلمه مانديبلر من المانديبل، والمنتال خلي بالك كلمه منتال لها معنيين، يا اما منتال ريتارديشن تخلف عقلي، يا اما منتال اللي هو الذقني اللي هو الجزء الذقني ده كده اسمه منتال. ما بين المانديبلر فورامين اللي هي دي كده اللي هي هنا كده من داخله من جوه، وبين المنتال فورامين داخل المانديبول في كنال اسمها مانديبولر كنال، دي ماشي داخل العظام اللي هو ماشي فيها المانديبولر نيرف. يبقى اذا الكنال ده لونج تانل، ممر داخل العظام بدا بفتحتين اهي مانديبولر فورامين وانتهى بمنتال فورامين. اشهر فورامين زي ما قلنا بالكده في الاسكال، ادي فورامين ادي فورامين ادي فورامين، دي فتحات اللي هو ماشي فيها النيرفز والفيزل، وادي فورامين اهي اكبر فورامين اللي هو اسمه فورامين ماجنم ماشي. لكن عندنا حاجه ثانيه اسمها فيشر، عندنا حاجه ثانيه اسمها فيشر. فيشر يعني شق كده، لكن الفورامين دايره، ادي الفورامين دايره، ده كده عباره عن فورامين.
ده عبارة عن شق طولي موجود في العظام. أشهر واحد فيهم هنا كده اللي عبارة عن سوبيرور أوربيتال فيشر، وده بيوصل ما بين الجمجمة من الداخل أو ما بين تجويف العين، تجويف العين. وطالما فيه سوبيرور يا جماعة تأكد إن فيه انفيرور، واحد علوي وواحد سفلي. ده كده عبارة عن شق ماشي فيه النيرف، ماشي فيه بلاد فيزل، بيوصل ما بين الأوربت اللي هو تجويف العين وما بين الجمجمة من الداخل. دخلت علينا كلمة جديدة، هتعدي علينا كلمة اسمها نوتش. نوتش، نوتش ده عبارة عن ديب ديبريشن واضح، أو عبارة عن انخفاض واضح عميق في العظمة، فسماها نوتش. وده كده سماه جريتر سايتك نوتش، وكلمة سايتك نسبة إلى عرق سايتك نيرف اللي هو عرق النسا، وفي واحد منهم جريتر والتاني ده كده ليسر. ادي الليسر اهي، ده كده عبارة عن الجريتر، ودي كده عبارة عن ادي الليسر اهي. خلي بالك من الحتة دي، انا كده ايه الفرق بين الجريتر سايتك نوتش والجريتر سايتك فورمن؟ هتسمع الاثنين على طول. النوتش يا جماعة في العظام، الجريتر سايتك فورمن دي في الحياة واحنا عايشين كده اسمها جريتر سايتك فورمن. امال الفرق بين الاثنين؟ ده كده عبارة عن نوتش، تجويف في العظام. التجويف ده لو اتقفل بليجامنت اهو، قفلناه برباط بليجامنت، ادي ليجامنت اهو، يبقى اول ما هذه النوتش تتقفل بليجامنت زي كده مثلا اهي، ده كده اهو بتتحول على طول الى فورامن. يبقى الفرق بين الجريتر ساتيك نوتش والجريتر ساتيك فورامن ان النوتش ده تجويف عميق في العظام، اهو تجويف في العظام زي ما احنا عملناه دلوقتي كده. هذا التجويف لو اتقفل بليجامنت، لو اتقفل بليجامنت يبقى ما عادش نوتش، اصبح هنا كده ايه؟ فورامن. الفورامن موجوده في الانسان وهو عايش، امال النوتش موجوده في العظمه، اي نعم، بس بعد الوفاه. اعطاني واعطاكم الله طوله العمر والصحه والعافيه. كمل. ده لاترال سايد اوف ذا نوز، ده جدار الانف من الجنب. في هنا كده كلنا بنصاب ببرد والجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه اسمها ساينس. يعني ايه ساينس؟ تجويف موجود داخل عظام الجمجمه. خلي بالك ده الانف، والجيوب الانفيه مش موجوده حول الانف، لا ده الجيوب الانفيه بتفتح في اللاترال سايد اوف ذا نوز، ماشي؟ لكن هي مثلا على سبيل المثال دي منطقه الفرنتال، هنا كده داخلها كده فرنتال اير ساينس. وفي جوه السكال من جوه، في جوه الجمجمه من جوه ساينس ثاني اسمها سفنويد اير ساينس. يبقى ايه هو الساينس؟ ده عباره عن كافيتي داخل العظام مليانه بالهواء مبطنه بميوكس ممبرين، بدليل ان انت لما بيجي لك برد لا قدر الله بتنزل كده ميوكس سكريشن. ده كده تعريف كلمه ساينس. كلمه جديده اسمها ميتس. الميتس عباره عن، خلي بالك من الكلمه، تيوب لايك باسج واي ثرو ايبور، ده ممر داخل العظام. لكن طب ما واحد يسالني يقول لي يا دكتور طب ما ايه الفرق بين ميتس والكنال؟ الكنال ليها فتحتين، الاثنين فاتحين في العظم. خلي بالك كده، الفتحه الاولى والفتحه الثانيه في العظم، لكن الميتس له فتحه فقط في العظام. ان اوبننج ان ايبور، فتحه في العظام اهي، فتحه في العظام. والفتحه الثانيه على سبيل المثال ممكن تبقى في الساينس مثلا، ممكن تبقى في الساينس كده اهي، ولذلك سماها ميتس. او فتحه الاذن الخارجيه اهي، اكسترنال اوديتري ميتس، دي فتحه الاذن الخارجيه فلذلك سماها ميتس، ماشي. فتحات الجيوب الانفيه اسمها ميتس. ليه يا سيدي؟ لان هي بتبدا بفتحه في العظام، والفتحه الثانيه موجوده فين؟ داخل الساينس. يبقى الفرق، الميتس ده تيوب انبوبه، الفرق بينها وبين الكنال ان الكنال فتحه، تلاقي فتحتين، كل فتحه منهم فتحه داخل العظام، لكن الميتس فتحه واحده بس منهم، احد الفتحات اللي هي بتفتح في العظام. ولذلك سماها هنا كده ايه؟ كلمه ميتس. تعال هنا كده بقى
لكلام تاني وصف الساينوفيال جوينت عشان نعرف ايه الفرق بين الساينوفيال ميمبرين والبرسا والساينوفيال شيس. ثلاث كلمات عاوزين نعرف الفرق بينهم. اي عظم يا جماعه ماشي مغطى بكارترج، قلنا قبل كده ده الفيمر ودي التيبيا، والاثنين دول كده عباره عن كوندايل مغطى بكارترج، بين العظام بعضها في تجويف كافيتي. هذا التجويف مليان بساينوفيال فلويد. ساينوفيال فلويد ده بيسهل حركه المفاصل، عامل زي الزيت لما تحطه للعربيه. هذا الساينوفيال فلويد جاي من ساينوفيال ميمبرين، وده المطلوب من السلايد كلها اللي احنا عاوزين نعرف بيها ساينوفيال ميمبرين اللي هو الغشاء للساينوفيال، الغشاء الزلالي. هذا الساينوفيال ميمبرين دوره يبقى هو اللي بيفرز الساينوفيال فلويد، وهو فيري ثين الحقيقه، ولذلك الله سبحانه وتعالى حماه من الخارج بمحفظه سماها فايبرس كبسول. يبقى اللي انا عاوز اوصله هنا كده، ايه هو الساينوفيال ميمبرين؟ ده عباره عن غشاء زلالي بيفرز سائل زلالي داخل المفصل محمي من الخارج بفايبرس كبسول. ده كده عباره عن الساينوفيال ميمبرين. خلصنا احنا دلوقتي الساينوفيال ميمبرين. طب تعالى هنا كده نعرف كلمه جديده، وهي عباره عن ساينوفيال شيس بتاعت التندون. الله سبحانه وتعالى رجاء جاب الاوتار، الاوتار اللي هي دي كده، ادي الاوتار اهي، وهي جايه تعدي عند المفصل او في ممر ضيق عظمي مثلا ماشي. راح جاء الله سبحانه وتعالى عامل فيها ايه؟ جاب حط حوالين منها ساينوفيال شيس. هذا الساينوفيال شيس عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه خارجيه فايبرس لاير، وطبقه داخليه اهي عباره عن ساينوفيال ميمبرين. هذا الساينوفيال ميمبرين يعمل ايه؟ بيفرز فلويد، ادي الفلويد ساينوفيال فلويد. هذا الساينوفيال فلويد بيعمل لوبريكانت اللي هو ينزلق، ينزلق بالظبط زي زيت الشحن لما تحطه على مكان عشان خاطر يسهل الحركه. يعني تخيل انت، تخيل انت لو احنا جبنا حاجه حديديه، حاجه حديديه، وطول النهار عاملين جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، الحاجه العاديه دي حتى مهما كانت هتتاكل وفي يوم من الايام هتتقطع. الله سبحانه وتعالى راح جاب التندون ده عشان خاطر طول النهار عمال يعمل ايه المفصل؟ طول النهار عمال يعمل فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن. فالله سبحانه وتعالى راح جاي محاطه بشيس، هذا الشيس بيحمي التندون ان هو يتقطع. عامل بالظبط كانك حاطط حاجه بتعمل لوبريكانت ينزلق عليها بحيث ان هي ما تقطعش. غالبا هذا الساينوفيال شيس بتلاقيه حوالين التندون عند المفاصل، اشهر مفصلين فيهم اللي هو عباره عن الريست جوينت الرسغ، والانكل جوينت اللي هو الكاحل، الكاحل. ده كده عباره عن الساينوفيال شيس. طب ساينوفيال بيرسا، في عندك عضلات مميزه في جسمنا ماشي، هذه البيرسا دي عباره عن ايه؟ نفس الفكره الشيس بالظبط، لكنها عباره عن ساك، عباره عن ساك اهي. الساك دي مبطنه من الداخل بساينوفيال ميمبرين، هذا الساينوفيال ميمبرين بيفرز برضه ساينوفيال فلويد علشان خاطر هذا الفلويد برضه نفس الفكره بالظبط، بيعمل لوبريكانت وبيقلل من الاحتكاك. البرسه غالبا بتبقى موجوده بين العظم، بين غالبا بتبقى موجوده بين العظم وبين التندون، غالبا يعني بين العظم، بين العظم وبين التندون، او بين العظم وبين الايه؟ المصل. اشهر برسه في جسمنا واكبر برسه في جسمنا اللي هي سب اكروميال او سب دلتويد برسه. لاحظ كده الله سبحانه وتعالى راح جايب هنا كده، انت طول النهار عمال تعمل ابدكشن 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 ابدكشن، والله لو ايه العضله ايا كان العضله هتتقطع عشان خاطر العضله دي ما تحتكش هنا كده في نتوء بتاعه الاسكابولا. ربنا سبحانه وتعالى راح جاي مدي لها برسه ماشي، هذه البرسه اللي هو الكيس الزلاله ده علشان خاطر يقلل من الاحتكاك بتاعه التندون في المنطقه دي عشان خاطر ما تتصعش التندون بتاعه العضله، والا بعد سنه سنتين خمس يا شيخ قول 10 سنوات هيتقطع التندون بتاعها، وده من فضل ربنا علينا حطينا مثل هذه الامور. اخيرا اشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وان شاء الله نلتقي بكم بامر الله في فيديو قادم. بأكد على حضرتكم فضلا وليس امرا، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد، ولا تنسى ايضا ان تشير لينك القناه على الجروبات عندكم حتى تعم الفائده
للجميع، خصوصا أن هذا العمل صدقة جارية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يموت ابن آدم وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفعله. حضرتك الشير الجروب أو تشير لينك الفيديو إن شاء الله لك من الأجر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.